تحرص مملكة البحرين على استمرار طرح المزيد من المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتميز. هذا ويشهد قسم الأطفال في مجمع سلمانية الطبي تطورا كبيرا في تقديم الخدمة الصحية، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز والتنافسية. يحظى القطاع الصحي في مملكة البحرين بدعم متواصل وتوجيهات سديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة المشاريع التطويرية في القطاع الصحي بالمملكة، والتي تنعكس على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة. ويشهد قسم الأطفال في مجمع السلمانية الطبي تطورا في تقديم الرعاية الطبية لكافة المراجعين وفق أرقى البروتوكولات الطبية. طبعا القسم متخصص في المرضى الأطفال من عمر سنة إلى عمر 14 سنة. المرضى يكونوا محاولين يا من الطوارئ أو من الأجنحة، يكون المريض مرخص أو من المراكز الصحية، وقدم طبعاً الميديكال واللي هو الباطنية والجراحة. أول ما يوصل المريض هنا ناخذ له الوزن والطول ومحيط الرأس ويتدخل كامل في السيستم. إذا احتاج المريض مثلاً إلى علاجات مثل الأدوية أو الأبر، الدكتور يكتب الأوردر في السيستم والممرضات يقومون بالخدمة اللي يقدمونها للمريض من غير أي تعطيل إلى أي مريض. يتمتع قسم الأطفال بمستوى متقدم من تقديم خدمة الرعاية الصحية، محققا مبدأ الصحة للجميع، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لجميع أفراد المجتمع، بما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في استدامة ومرونة هذا القطاع الحيوي الهام. وحدة السكري للأطفال مجمع سلمان الطبي المستشفيات الحكومية تقوم برعاية ومتابعة جميع الغالبية العظمى من أطفال مصابين بالسكري في مملكة البحرين. عندنا فريق رعاية أطفال السكري يتكون من أطباء استشاريين، مثقفات سكري، وأخصائيات تغذية، وباحثة اجتماعية. الخدمات المقدمة تشمل تثقيف أطفال السكري وذويهم بطرق التحكم الجيد بالسكري بأحدث وعلاجهم بأحدث الأجهزة مثل مضخات الأنسولين. تسعى الكوادر الصحية العاملة في قسم الأطفال بمجمع السلمانية الطبي في خدمة عدد أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يجسد التغطية الصحية الشاملة ويتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين. يسعى قسم طب الأطفال في مجمع السلمانية الطبي إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة الطبية الممكنة، بما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز والتنافسية. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.